وارتباطا دائما بالموضوع ديال الشواطئ والبحر والصيادة، فمواقع التواصل الاجتماعي كان الحديث فيها هذه الأيام على واحد موضوع مهم جدا، هو الأجواء اللي كتكون في الشواطئ خلال يعني الفترة ديال الفطور. كنعرفوا أنه بزاف ديال العائلات المغربية كيمشيو للشواطئ، كيفطروا في الشاطئ، كياخذوا معاهم المستلزمات ديال الفطور وكيفطروا في الشواطئ، وهذه العادة ولات متراسخة عند بزاف ديال الأسر المغربية. أنتم واش كيعجبكم، شكون اللي سبق له فطر في شي شاطئ مثلا؟ أنا سبق لي فطرت في البحر، انا سبق لي بزاف مرات سبقت فطرت في البحر، وماشي غير الاسر اللي كيفطروا تما، انما كتلقى بزاف ديال الاصدقاء، بزاف ديال الكليكات. والحاجه اللي خلات ان هذا الفطور ديال البحر يوليو يمشيو ليه ناس بزاف هما الجروبات اللي ديال في الفيسبوك. فالجروبات في الفيسبوك كيتجمعوا بزاف ديال الدراري والدريات وكيديروا واحد الفطور وكيمشيو كيتجمعوا في البحر، غير هو الحاجه اللي نقدروا كملي السطوري حيت باش ما نحرقش. حيت على ذكر الجروبات ابو غطاد، كاينين حتى بعض الجمعيات اللي كينظموا يعني افطار جماعي على يعني على برا في الشواطئ، ولكن المشكل اللي كيكون من بعد هو المشكل ديال النظافه. انه ملي كيسالي الفطور المشكل ديال النظافه، كاين واحد الكوميرس اللي ديفلوبا هو انه كتجي قبل المغرب واحد ساعتين واحد الهوندا كتحط الكراسة كتحط الطوابل، ف5 دراهم للكرسي و10 دراهم للطبله. يعني هذاك راه كيكون على طول العام كيبيع. لا ما تيكونوش العام كامل، تيكون في رمضان كتولي الرمله كلها مغطيه بالكراسه والطوابل. فهاد الكوميرس زوين لان الشباب كينتعشوا منه. واحد القضيه راه كاين وحدين اخرين ما كيجيبوش كراسه، كيقول لك نصايب لك حفره شحال نتوما من واحد، كيصايبوا حفره وكيديروا الوسط طابله بوزاج. المشكل هو النظافه، النظافه يعني هذا المشكل يعني كيأرق العديد من الشواطئ المغربيه. وكيف ما قلنا بعض الجمعيات حتى هما للاسف كيساهموا في هذا المشكل هذا. وعندي واحد البوست ديال تيزنيت بلادي اللي قال بقايا ومخلفات عملية إفطار الجماعي بأحد الشواطئ بأكادير، إذا كان هذا النوع من الأنشطة التي تأبت على تنظيمها بعض الجمعيات خلال رمضان سيحول شواطئنا إلى مكب للنفايات، فمن الأفضل منعها كليا. يعني من المستحب أنه الإنسان إذا مش أفطر في الشاطئ أنه مليس لي يجمع البقايا والمخلفات ديالو عاد يمشي. مش هذا هو الحل، الحل هو أنه اللي دار شي حاجة يجمعها. مع الأسف كنلقاو خاصة مقشور ديال الدلاح من بعد مرتبط بالبحر الواحد اللي دار شي حاجه ينظفها. ماشي الحل هو اننا نمنعوا المنع كليا، فكيبقى فضاء للاستجمام وزويون فضاء عمومي يعني ونشوفوا واحد لومبيونس زوينه اونتخ امي ولا اونتخ فامي في البحوره. وهذا الشيء بطبيعه الحال راه غير استثناءات اللي فيها شي حاجه فيها شي قاعده خايبه راه مع الاسف صحيحه، ولكن اللي كينظف البلاصه فين كياكل راه كينظف. انا قريت واحد ستاتيو ما عرفتش في الفيسبوك ولا فين، هو انه قال لك مزيان ملي ولا الصاد في رمضان زعما 3 ايام الاخرى يعني جاتنا الفرصه اننا نمشيو نعوموا، ولكن اللي زوين هو اننا كنعوموا غير بوحدنا، الفتيات ما تيعوموش لان باش يجيبوا المغرب انهم السباحه او ميم طون كيلعبوا الكره، وملي جاوا يقلبوا تيلقاو بان غير الدراري اللي تيمارسوا هذه الهوايه في البحر عاد كيجلسوا يفطروا، حيت البنات كيكونوا في الكوزينه مساكن داكشي. يعني ماشي راعوا بان النساء او اختو كتكون في الكوزينه، هو فرح انهم مشى يعوم بوحدو وما كايناش اختو معاه. رجوعا عند النظافه ديال التنظيف ديال البحوره الشواطئ، فكاين سعد عبيد تواصلت معاه واللي هو اللي كندير التشالنج ديال ما يمكنش 2026 كتعرفوا كنظن امين، وهو كذلك رئيس جمعيه بحري ورياضي مغامر كيقوم بدي فلوغ. فكيتحداك ابو خطاط كيقترح عليك على اين انك تشارك معاه في عمليه تنظيف الشواطئ. واش مستعد تشارك معاه في التحدي؟ مستعد وكان قبل التحدي ولا المشاركه ولا اي حاجه جات من عندك سيد؟ جميل كوشر. والان غادي ندوزوا الاخبار المشاهير اللي كنستقيوها طبعا من صفحاتهم الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي. فالتقرير من اعداد الزميله اكرام بن جنان. شكرا كوشر. انشر سعد مجرد فيديو على حسابه بالانستغرام كيظهر فيه سعد في استوديو تسجيل رفقه طاقم العمل ديالو، والواضح ان عمل جديد لسعد المجرد جاي في الطريق. الو ارجونس، شنو خصكم شي موسيقى، خصكم شي دي جي، خصكم شي حاجه؟ صافي يعني جميل. هاشتاغ موت دانا القحطاني كيتصدر توندونس بتويتر بعد موت المؤثرة الطفلة دانا القحطاني بسكتة قلبية عن عمر يناهي 6 سنوات، خبر اللي كان جد صادم بالنسبة لمتابعيها على السوشيال ميديا. الفرسان 3 كان هذا هو تعليق سحر الصديقي على الصورة اللي نزلت على حسابها الرسمي بالإنستغرام رفقة الزوج ديالها منصف مالزي والابنة ديالهم.
اليوم من سورة العمران. كل يوم آية هو عنوان ستوري الإعلامي نيشان بعد ما عود متابعيه كل يوم منذ بداية شهر رمضان يتقاسم معهم آية من القرآن الكريم. تفلحون صدق الله. بفوست على حسابه بإنستغرام راني عياش كيضرب موعد مع جمهور المغربي وعلق عليها بكل حب وشوق نلتقي بالمملكة المغربية الغالية على قلبي ضمن مهرجان موازين ليلة 27 يونيو.